علمت اليوم اللي يقع لقاء بين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة والأخ الأمين العام. حب نوضح أنه لقاء هذا لم يدم إلا 3 دقائق، ونعتبروه لقاء مجاملة لا غير، ولم يخض لا في مفاوضات ولا في تأجيل. ولهذا من الآن صح المعلومة أن إضراب 17 جانفي سيبدأ منتصف ليلة اليوم. القسط الثاني اللي بش يصرف بداية من 1 جانفي 2020 سيصرف كاعتماد ضريبيا، ولا يدرج ضمن كتلة الأجور، وبالتالي مباشرة لا يمكن تفعيل الفصل 37 تاع قانون التقاعد 85 الذي يقضي بتعديل جرايات المتقاعدين. أثناء المفاوضات كان الوفد الحكومي على اتصال مباشر ب5000 كيلومتر تقريبا مع المقر المركزي لصندوق النقد الدولي، وهذا خطير جدا ولم يحدث في تاريخ تونس. نحب نقول للسيد إياد الدهماني كفى من المغالطات وكفى من التشويه. راه المقترح متاع الاتحاد العام التونسي للشغل لا يتجاوز 1200 مليار، وقت اليوم يقول في إحدى الإذاعات الخاصة أن مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل تتكلف على الحكومة 2500 مليار. يوم السبت يعني يوم 19 جانفي 2019، هيئة إدارية وطنية حتى نتابعوا نقيموا إضرابنا، نتابعوا تحركاتنا، ونعلنوا على الخطوات اللاحقة اللي ما مش بتكون بعيدة هذه المرة، ومش بتكون أيضا عادية. 17 جانفي سوف يكون نموذج على قوة الاتحاد، على التنظيم، وأيضا على التصميم. ونقول للحكومة اخترت الطريق الصعب، اخترت مواجهة الشغالين واللي باش يدخل الانتخابات وهو معادي 677 ألف موظف، فليتحمل كلفة ذلك في الصناديق. تابعنا أبرز ما جاء في الندوة الصحفية لصباح اليوم. أرحب بضيفين للحديث عن موضوع الإضراب. على يميني السيد عبد الكريم جراد الأمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، مسؤول قسم الحماية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك سيد عبد الكريم. أهلا وسهلا. على يميني أيضا السيد الوزير سمير الطيب وزير الإفلاح عضو الحكومة ويتحدث كطرف حكومي بالتأكيد. أهلا وسهلا سيد سمير. أهلا سيدي بكل المشاهدين. شكرا. أبدأ معك سي عبد الكريم، لو رجعنا على جلسة الأمس الفشل واضح، الإضراب أقر، وحتى جلسة اليوم الصباح لم تتجاوز 3 دقائق، إلى هذا الحد القطيعة استفحلت وتعذر أي حل حتى في اللحظات الأخيرة؟ شيء طبيعي، جلسة أمس تبدلنا فيها كانت مطولة وتبدلنا فيها عديد الاقتراحات، لكن جملة الاقتراحات اللي تقدمت من الطرف الحكومي كانت بعيدة على تطلعاتنا احنا، وكانت بعيدة على مقترحاتنا. حاولنا من طرفين أن نصل الاتفاق، لكن لاحظنا أما صعوبات كبيرة على أن نصل الاتفاق. ممكن كل طرف عنده ضغوطات وكل طرف عنده تعهداته، وهذا اللي ما عاونش على المفاوضات، لأن حسينا بالفعل أنه الطرف الحكومي عنده إكراهات الميزانية، هذا أقول، وعنده إكراهات أخرى والتزاماته مع صندوق النقد الدولي، وهذا عبر عليه الوفد التفاوض الحكومي. نعم. بصريح العبارة في آخر جلسة أمس قالوا قعدنا ساعة ونص نتفاوضوا مع الفمي. نقطة الخلاف الرئيسية بالفعل كانت القسط الثاني اللي يبدأ من جانب، لا هي نقطة الخلاف لا مش كان في القسط الثاني، هي احنا حاولنا اقتراحنا في البداية كان أنه ناخذ زيادات القطاع العام، رغم أنه كل الناس كل تعرف أنه معدل الأجور في الوظيفة العمومية مقارنة بالمؤسسات العمومية هو أقل بكثير من المؤسسات العمومية. كي ناخذوا في نفس الصنف يعني في نفس الشهادة، واحد بكبلس كاتر في الوظيفة العمومية وبلاك بلس كاتر في القطاع العام، الفارق في الأجور كبير لفايدة القطاع العام. نعم. ورغم ذلك قلنا أن ناخذوا نفس الزيادة، لأن عارفين أن الوضع اللي تمر به البلاد الاقتصادي والميزانية العمومية للعمومية وضع صعب. في القطاع العام أخذنا زيادة من ماي 2018. نعم. صار الاتفاق، صار الاتفاق ومضينا الاتفاق. كي جينا في الوظيفة العمومية قينا تلكؤ وقينا صعوبات،
تنازلنا قلنا نقبل ان القسط الاول يبدا من اكتوبر 2018، لكن الطرف الحكومي كان مصر انه القسط الاول في افضل الحالات الاقتراح اللي عطونا ديسمبر 2018. والقسط الثاني القطاع العام القسط الثاني كان في ماي، يعني نرجع للتواريخ العاديه كان في ماي. بالنسبه للوظيفه العموميه الاقتراح هذا افضل اقتراح جانا في ديسمبر 2019، واخر اقتراح كان جانفي 2020 وبطريقه الاعتماد الجبائي، اللي طريقه الاعتماد الجبائي ممكن من البدايه نطرحوها انه هذا اشكال قلقنا ياسر وتعبنا ياسر اتحاد وحكومه. نعم. في سنه 2017 وفي سنه 2018 نعم تعبنا الى ابعد الحدود. ممكن الحكومه انا ذاك الاختيار الوحيد اللي قالت ولا المجال الوحيد انا باش تصرف زيادات وفي المقابل تكون مطابقه لالتزامات مع صندوق النقد الدولي، انا كنت تجو ما تحركش لانه وقت تزيد في الاعتماد الجبائي ما يدخلش في عناصر الزياده ما يدخلش في عناصر التاجير بس تنقص زوز من الضريبه، وبالتالي كتله التجور ما تغيرش. موضوع المتقاعدين موضوع المتقاعدين شيء تبعي، هذا المشكل الثاني اللي عشناه في 2017 وعشناه في 2018، لانه وقت اللي تعمل زياده في بطريقه الاعتماد الجبائي يعني انه عناصر التاجير ماهيش بتمس. والفصل 37 من قانون 85 يقول لك ما تتراجع الجرايات الا ما يوقع مراجعه تحريك عن احد عناصر التاجير، وهذا الاشكال لقيناه في 2017. وبعد خلاف كبير مع الحكومه قينا حل ان الحكومه صبت الى الصندوق قيمه الزياده نتاع المتقاعدين لمده سنه فقط، صبتها للصندوق والصندوق صبها للمتقاعدين. وبالتالي لان نحب نوضح ان الاعتماد الجبائي فيها ثلاثة اطراف يخسروا، فيه العون المباشر اللي مش يخرج للتقاعد في السنه اللي تم فيها الاعتماد الجبائي، الجزء نتاع الزياده هذيك ما يدخلش في معدل الاجر اللي تحسب عليه الجرايه، هذا المنظر الاول. المنظر الثاني هو المتقاعد اللي ما يخوش زياده في جرايده. نعم. والمتضرر الثالث والاكبر هو الصندوق الوطني للتقاعد الحيط الاجتماعي رغم الظروف اللي عايشه. تعرف في 2017 و2018 الصندوق خسر 400 مليار كان مش ياخذها مساهمات. واتفقنا مع الحكومه انه بدايه 2019 مش يوقع الرجوع للاعتماد الجبائي، وهذا مش يتفعل في جانفي، هذا مش يوقع الرجوع. برشا تفاصيل ربما معقده نوعا ما، لكن السيد محمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعيه يصرح بانه مقترح الزياده في اجور اعوان الوظيفه العموميه والاعتماد الجبائي في الجزء الثاني لا يستثني احدا، يعني موضوع لا رغم ما نكروش انه في الاقتراح الاخير انه قالوا في الجزء الثاني مش تعطى القسط الثاني في جانفي 2020 قالوا مش نعطيو زيادات المتقاعدين. قالوا مش نعطيو زيادات دون استثناء المتقاعدين. لا هما قالوا ما فماش استثناء، لكن ما عندنا حتى ضمانه. نقول لك علاش ما عندنا ضمانه، لانه في 2017 و2018 الحكومه عملت مجهود واعطت المتقاعدين من ميزانيه الدوله، لكن في المقابل دائره المحاسبات اللي هي تولى تسمع محكمه المحاسبات قررت انه هذا خطا تصرف على الصندوق. مش ضمان كي يتوقع اتفاق مع حكومه؟ لا مش ضمان. مش ضمان. مش ضمان. اي دائره محاسبات ما اعتبرتوش ضمان. لماذا التفاوض والرغبه في توقيع اتفاق اذا؟ اي لا ما لا عندنا تجربه، عندنا تجربه في الاعتماد الجبائي، عندنا تجربه سابقه، وتو الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد الحيط الاجتماعي تقريبا قاعد قريب يبحث على شي سمير. بسيط لسي عبد الكريم، يعني وقت اللي نجي ونقيموا الخلاف اللي قلته انت تو يبدو انه الامر متعلق ب شهر شهرين. لا 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 بعيد ياسر بعيد ياسر بعيد ياسر. لا حسب احنا اقتراحنا نبداو الجزء الاول من ماي 2018 نزلنا الى اكتوبر. نزلتوا الى اكتوبر. اكتوبر القسط الثاني اي هما اقترحوا ديسمبر، هما اقترحوا جانفي في اخر اقتراح جانفي 2020 اما 2018 ديسمبر اقترحوا ديسمبر 2018 فوالا، يعني عندنا نوفمبر ديسمبر. لا يعني شهر عندك نوفمبر ديسمبر وعندك من ماي الى جانفي، عندك 8 شهور اخرين في 2019 في 2019. اي لا حبيت نقول انه الفارق الاساسي بينكم وبين مقترح الحكومه لك شهرين. لا نعرف على مستوى الكتله كبير 10 شهور 10 شهور. نعطيك مثال بسيط، اذا كان عون في الوظيفه العموميه في الآن راهو الفارق مش يخسر اكثر من 1000 دينار في الفتره هذه. واضح. نرجع للتفاصيل هذه، نحب نسمع ممثل الحكومه في هذا النقاش. سي سمير مرحبا بك مره اخرى. كان ممكن الاتفاق، يعني الامور ماهيش متباعده بشكل كبير كما لاحظنا. والله انا توا كي نسمع تدخل الاخ ونسمع بعض التصريحات خاصه البارح الاخ حفيظ انا ما كانش شيء بعيد على بعض، كان شيء بدا بعض، خاطر البارح انا سمعت سي حفيظ قال القطره التي افاض الكاس. نعم. هي مساله المتقاعدين وذاك علاش خرجنا، البارح حفيظ قال هكا. هذا توا اكدوا سيد عبد الكريم انه المساله هذه حتى وهما معناها الجلسه منعقده
صار تأكيد على أنه المتقاعدين باش يكونوا معنيين. هاللعبة هي احنا كنقولوا المتقاعدين معنيين وبعد تقولوا لا معناش ثقة، والتدخل باش يكون تدخل تشريعي، وعندنا الوقت باش ندخلوا تشريعيين باش يكونوا المتقاعدين معنيين بهذا. وهذه مسألة ماشي لعبة، ما نلعبوش احنا كي نقولوا متقاعدين معنيين ونتفقوا مع معناها منظمة عريقة وطنية كمتحد عمد الشغل، ومن بعد نجي يقولوا لا والله لا. احنا ويعرفوا انه بالنسبة للحالة اللي صارت لنا في المرة الفاتة لما وقع الاعتماد على هذا الاعتماد الإجبائي هذايا، الحكومة كانت على حسنية وبدأت خلصت المتقاعدين، ولكن تدخل محكمة المحاسبات خلى اللي بتعمل الحال لينا أمام مشكل قانوني اللي رجعوا. ولكن بربي أنا مسألة الكريدي نفوه الاعتماد الإجبائي هذايا، نعم راهو هذايا نحب نقول، وأنا شاركت في دراسة للاتحاد عام الشغل لما كنت عضو المجلس العلمي للاتحاد عام الشغل، دراسة حول العدالة الجبائية، وكانت من جملة المطالب المقترحة هو الاعتماد الجبائي، لهذا وهذا يمكن الأجراء من زيادات دون الأجور، الزيادة في الأجور، لأنه احنا نقولوا زيادة في الأجور وعادة رجال الاقتصاد يقولون راهو زيادة في الأجور راهي تولد التضخم وراهي 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 وراهي، ومش بالضرورة الزيادة في الأجور ربما ترضي المواطن هكا يقول لك هاي زادت لي، ولكن في نهاية الأمر انعكاسات على المواطن على المعيشة كبير وهذا متأكد. فأحنا من الأشياء، وهذا موجود مثقق في موثق في نشرية موجودة عند الاتحاد هالمسألة هذه. دونك هذه المسألة ماهيش ضد قناعات الاتحاد، بل بالعكس هذه مسألة مهمة وأنه اعتمادها شيء إيجابي نعتبره. دونك هذه مسألة، وخاصة إذا حسمنا مسألة المتقاعدين، إذا حسمنا مسألة المتقاعدين والمتقاعدين تحسم ويأخذوا الزيادة متاحهم وهذا حق لهم، وإحنا مع أنه المتقاعدين يتمتعوا لأنه المتقاعدين زاد حتى هم ضحايا غلاء المعيشة. الآن شنو نحب نقول، مانيش بعد على بعضنا، وكان بالإمكان أن نوصل إلى حل اتفاق البارح. ما الذي حال دون ذلك سمير؟ ثم شبه معركة سياسية أو أطراف تريد أن تستفيد؟ لا أنا ما نقولش هذا، نقول أنه موعد الإضراب قرب، وربما صار تأخير في المفاوضات إلى حد أنه موعد الإضراب قرب، وبالتالي كان على أنه هل الموقف أما يخرج موقف يرضي الجميع. لأنه شوف في نهاية الأمر لما الحكومة تقدم مقترحات توصل إلى حد 1300 مليون دينار بين اي 600 دينار بالنسبه للقسط الاول، 600 مليون دينار القسط الاول و800 مليون دينار القسط الثاني. ثم قالوا نستغرب من 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 صديقي حفيظ لما يقول انه مطالب الاتحاد ما تتجاوزش 1200 مليون دينار. غلط غلط غلط، لانه بكل المعايير غلط. ما كانش حاضر معنا في الجلسه واحنا نحسبوا مع بعض نزلوا اطراف. فأنا نعتبر أنه أكثر، وإلا إذا 1200 مليون عاد هو مقترح الحكومة أرفع منه، والدليل على أنه 1300 مليون شوف قادرين نوفروا. لا شوف راهو الكل سعد كين احنا شوف باش ما ندخلوش، شوف توف هو الإضراب أصبح معناها خليني قرار الإضراب دخل التاريخ كما قولوا غدوة الإضراب. شوف احنا مع مش عبدكم الحقير هذا باش يجي اليوم يجي يقول انا ضد الاضراب ولا احنا ضد الاضراب. احنا هذه الاضراب اول حاجه هي ممارسه ديمقراطيه في بلد متحضر كما تونس، وهي مضمونه دستوريا، والحكومه مسؤوليتها انها توفر شروط نجاح هذا الاضراب، وهذا ما اليوم اجتماعات سعيا الى نجاح هذا. سي سمير ما تقولش ما ندخلوش في التفاصيل، تعرف علاش؟ لازم ندخلوا في التفاصيل باش نشوفوا باش نشوفوا ايش حبيت نقول لك. لا سيد المدير، لانه باش نشوفوا اذا كان الفوارق كبيره فعلا وتقنع بالاضراب، والا ماهيش كبيره ولكن الطرفين واحد اصر على الاضراب والاخر اصر على انه الطرف الاخر يعمل الاضراب. معناها اذا كان الفوارق بالحق كما تقول انت ماهيش بعيده، وما علاش علاش الاضراب؟ هل البلاد محتاجه معنا الاضراب؟ نولي وقتها انا نقرا سياسيا، معناها موقف الحكومه نقراه سياسيا وموقف الاتحاد نقراه سياسيا. هذا الاصرار على الاضراب رغم التباعد مش كبير. خليني نتكلم على مقترح الحكومه اللي هو توسع عبد الكريم يعرفه، ولكن انا نعرفه من رقمه وانا على الحكومه اللي معايا في التفاوض. دونك خلينا نسمعوا التفاصيل. لما تقدم انت مقترح الحكومه تفضل قدم. لا خليك قدم سي سمير. لا شوف الحكومه قدمت مقترح انه
بالنسبة للزيادات تكون من 140 دينار إلى 180 دينار. قسط أول بالنسبة ل 140 دينار هو 50-90، القسط الأول 50، القسط الثاني 90، وبالنسبة ل 180 دينار 70 القسط الأول و 110 القسط الثاني. دونك هذا هو مقترح الحكومة، مع التأكيد أن القسط الثاني يكون بالاعتماد الجبائي والمتقاعدين، وأكيدها معنيين بهذه الزيادة. احنا هل هل هل, هل معنيين في 2020 في 2020 فالزيادة هذه تكلف الحكومة قرابة 600 مليون دينار بالنسبة للقسط الأول، 543.5 بالتدقيق القسط الأول، هذا القسط الأول والثاني، والقسط الثاني 8 قرابة 700 وقرابة 800 مليون دينار. فهذا ما تقدمت به الحكومة. بربي نحب نأكد على حاجة وأنهي. شوف إذا وصلنا، وهاك تشوف الحسابات وفهم حسابات وبرش حسابات، إذا وصلت الحكومة هذه وهي حكومة ستنهي أعمالها وأشغالها وترحل في 2019، وصلت أنها تحسب بالدينار بالدينار، لو كان جات حكومة تخمم في المصلحة الضيقة لها يا صديقي كما صارنا في السابق، ونحن نعاني ونقاسي في احنا يزمك تعرفوا أنه الزيادة بتاع 2015 آخر قسط خلصته الحكومة هذه في أفريل 2018 50 دينار صحهم على الاتحاد وتو الحكومة اللي تجي هذا. ولكن مع هذا احنا مسؤولين، وهذه الحكومة مسؤولة ومسؤولة على الآن ومن بعد، لأنه باش نخليو الحكومة الجاية ما نخليوهاش أردوازة تعاني فيها ومشاكل تعاني فيها. نعم. هذا حاجة. اثنين، اللي تحصل والتضحيات اللي قدموها التوانسة في السياسات الأخيرة خاصة في قانون المالية متاع 2018 اللي قلنا أنه راهو فيه تضحيات وحاولنا أن نقسم على الناس كل، راهو التضحيات هذية إذا مشينا وقبلنا الزيادة كما عرضها وكما عرضوها الإخوان في الاتحاد راهو كأننا ما عملنا شيء، لأنه التضحيات هذية أعطتنا تقريبا ربحنا وقلصنا من العجز متاعنا ب 1400 مليون دينار. إذا باش نتيحوا فيهم ونعطيهم تو ما عملنا حتى شيء، والتضحيات هذيك فحكومة مسؤولة معناها ما نقولش فرضت، ولكن اعطات قالت للتوانسه لازمك تضحي في الاتجاه هذا، واليوم تجي تسيب فيهم. فهذه مش فمسؤوليتنا اقتضت اننا نتشبث بهذا الموقف، ورغم ان مقتنعين اللي ماناش بعاد على بعضنا، ولكن تشبثنا موقفنا لان مصلحه البلاد تقتضي هذا. واضح مصلحه البلاد تقتضي هذا. سي عبد الكريم احنا كل الناس مصلحه منظوري والمهم مصلحه البلاد قبل مصلحه منظوري، نقولوها بكل صراحة، تهمنا مصلحة البلاد قبل مصلحة منظورينا، ولولا ذلك لكنا قمنا بالتنازلات من القسط الأول من ماي إلى ديسمبر. لكن حاب نصحح بعض المعطيات. أول حاجة سيد الوزير قال أنه تدخل تشريعي ينجم مكننا أنه نعطيه المتقاعدين بدون، أنا نقول له راه تدخل تشريعي في الحالة هذه مستحيل، مش تعطيه له الله، مش تعطيه له في قالب إعانة كما تعاملت في 2000 وفي قالب عملوا أمر أنك عبارة إعانة، لكن مش في إطار فصل 37. في إطار فصل 37 لا يمكن إعطاء زيادات للمتقاعدين في إطار فصل 37، يعني في إطار قانون التقاعد، إلا إذا كانت في عنصر من عناصر التأجيل، وبالتالي لا يمكن. ولكن أنا قلت قبيلا ونعاودها، الاعتماد الجبائي راهو المتضرر الكبير منه الصندوق، راهو الصندوق يخسر 200 مليار سنويا إذا كان الزيادة تمشي في الاعتماد الجبائي، لأنه ما يخش مساهمات، وهذا صار في 2017 وصار في 2018 في الوضعية الحالية نتاع الصندوق اللي يسد عزو وكل شر يلوج على دعم من ميزانية الدولة باش تصرف الجرايد. نعم. بالتالي مفروض أنا نقول إذا كانت حكومة مسؤولة كما يحكي السيد الوزير ما تمشيش لاعتماد الجبائي، لأن اللي مش ترفعه هنا مش تمشي تعطيه للصندوق باش يخلص الجرايد. يا ما عندها بدائل أخرى. كيفاش؟ عندها بدائل أخرى غير الاعتماد الجبائي. عندها بدائل لما ضرائبها الضايعة. هما حدهم يحكيوا على 4000 و6000 و7000 مليار ضايعة. يحركوا الفوسفات. راي الكارثة نتاع البلاد في الوقت الحاضر دو بوان دو الفوسفات الاضرابات وقف لا في حتى اضراب الفوسفات، قطاع الفوسفات ما في حتى اضراب من 2011 احتجاجات في احتجاجات تعطيل الطرقات احتجاجات. علاش وقت في النفيضة المدة الأخيرة ليلة رأس العام وقت المواطنين دخلوا على ديار أخرى استعملت الحكومة كل الوسائل وخرجتهم؟ يا خويا انت احنا قلنا الثروات الطبيعيه حينما تريد يعني. اي حين الاراده غايبه. نعم. وتعرف الثروات الطبيعيه كل فما امر نظمها قال ان الثروات الطبيعيه كلها تعتبر مناطق عسكريه. قول السيد الوزير علاش ما تفعلش الامر هذا؟ باهي نرجع للموضوع الثاني النقطه اللي قال الاعتماد الجبائي في دراسه سابقه الاتحاد قبل كنا اعتمدنا
اذا كان في دراسه سابقه سوار قدش عندك سنه وقتها وضعيه سنه صندوق التقاعد كانت جيده، كانت وضعيه بعيده ياسر حكون. دونك لا يمكن المقارنه، خاطرك باش تقارن لازم تقارن في الزمن وتقارن مع الانعكاسات مع الاعتماد الجبائي على كل الاطراف. تو نرجع للارقام. الارقام كي نعطي رقم نقول التكلفه هذه لازم نقول التكلفه هذه من تاريخ اي مفعول الى نهايه اي مفعول. احنا في البدايه كنا باش نتفاوض على 3 سنوات، جات الحكومه قالت نحبذ نتحاوض على سنتين فقط. قسطين وسنتين. وانا ما فهمش مشكل نتفاوض على سنتين. سنتين انا نقول ونتحدى اي ان كان. اذا كان يكذب ارقامي مستعد نواجهه في اي بلاتو تلفزي. لانه كنا نحسبوا احنا واعضاء الحكومه الموجودين على في اللجنه بنفس الارقام. نعم. وارقامنا متقاربه الى بعض حدود، كما نقولوا 0.5 مليار بري، امس بركه في جلسه. اقتراح الحكومه. الأخير نتاع 70 دينار كما كان يحكي السيد الوزير في ديسمبر 2018 و 110 في جانفي 2020، كيفاش باش نحسبوها؟ باش نحسبوها سنتين هما 18 و 19، باش نحسبوا إلى نهاية ديسمبر 2019. إلى نهاية ديسمبر 2019 اقتراح الحكومة يتكلف 543 مليار فاصل 5. 600 الرقم اللي قدمته. 543 مليار فاصل 5. باهي اقتراح الاتحاد ابتداء من علاش اقتراح الحكومه يجي وقت؟ على خاطر بديت ب 70 دينار وبعد 110 دينار 180 اعطاتهم، لكن في اخر ديسمبر في جانفي 2020 مش تلقى ال 180. قصة لكن ثانية. في الانتر تو مش تخسر، مش يخسر موظف برشا. اقتراح الاتحاد من الزياده الاولى في اكتوبر 2018 90 دينار، والزياده الثانيه ب 90 اخرى في ماي يتكلف 1250 مليار. 90 مرتين يعني. 90 مرتين. يعني الاختلاف على 20. لا الاختلاف شوف القيمه 1250 قيمه جمليه 543. لا لكن تحسب خلاف كبير. طبعا. هكا علاش نقول وراه وجهه نظر متباعده ياسر، خلاف كبير وما يمكنش فض ببساطه. المواطن يقول لك سي عبد الكريم وهنا يلزمك توضح، يعني يقول لك احنا باش ناخذوهم باش ناخذوهم. شو مش ياخذهم؟ مش ياخذهم الزياده، معناها هو باش ياخذ الزياده. القضيه فقط هي المفعول الزمني. تقول انت المفعول الزمني راهو فلوس بالطبع، قلت لك العام يخسر مليون و200 وتضخم ومقدره شرائيه الى اخره. معناها القضيه متعلقه فقط، هو قال نعطيكم 70 في القسط الاول وانتم قلتوا 90 دينار. هذا يعمل دوبل، يتضرب في اثنين وزيد المفعول الزمني. وتعرف تاريخ المفعول؟ انتم قلتوا قادرين تتنازلوا عليه. لا قادرين تنزلنا من ماي الى ديسمبر، ما عادش نجم تنزلوا اكثر. بالضبط، ويقعد الفارق في مقترح الحكومه ومقترح الاتحاد هو شهر بعد تنازلكم انتم وربما تنازل الحكومه، يعني قعد شهر. قعد شهرين شهر. اذا كان اكتوبر ديسمبر شهرين. تي معنى ديسمبر باش تصب له هو لا. اي. دونك باش يقعد شهر. هنا هل انه الحكومه تتحمل التصلب ام لا؟ هذا السؤال، خاطرنا توا قدام زوز مواقف ما نجموش نتحدثوا على فوارق كبيره. لا شوف القيمه الجمليه راهو فوارق كبيره. شوف القيمه الجمليه، الفوارق هذيك يعملها المفعول الزمني. تراكم الفوارق يعملها المفعول الزمني، يعني المفعول الزمني اللي هو شهر. هل لا من الفوارق الكبيره ما تجيش مفعول زمني في القسط الاول وفي القسط الثاني وفي قيمه الزياده في القسط الاول. في قيمه الزياده في القسط الاول اللي هو 70 90 إذا 20 دينار والفارق في مستوى شهر. أنا أعتبر مجمل الزيادة أن التفاوض، أنا أعتبر أن التفاوض كان فيه تصلب. التصلب من عند شكون؟ هاو قدامنا توا زي سمير. أنا أتساءل الحكومة طونك هي في الأخر باش تدفع توا ولا من بعد؟ توا ولا من بعد؟ ثم قدرة كان بالإمكان أن نتنازل. الاتحاد نفس الشيء، ما دام سينال العامل حقه فكان يمكن ان نتنازل. اذا هنا يولي من حقنا ان نتساءل على العقليه التي حكمت التفاوض. نعم. وانا اميل سي سمير، انا اميل سي سمير لاني دائما نضع الحكومه هي المسؤوله. انا اميل ان الحكومه لم تبدي المرونه اللازمه وكانها كانت منذ البدايه معناها خلينا نقولوا معناها مقتنعة بالاضراب او خلي الاضراب يصير. لا لا. وهذا يقولوه برشا محللين. ما كانش كلها مقتنعة لكن فيها شكون كان مقتنع. لا لا شوف 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 راهو كي باش نحكموا هكا معناها بالنوايا على حكومة ما نقولوا زاد راهو في الاتحاد. انا اطرح التساؤل طبعا. وانا نجاوب نجم مقدرات. لو كان لا سامحني لو كان نعتمد نفس المنطق هذا تنقول حتى في الاتحاد والله فما ناس كانوا ماذا بهم لو كان ما يصيرش الاضراب ونواصلوا وناس معناها ما
تحبش لا ما تجيبش قولها في الاتحاد. يا سي عبد الكريم انا لليوم اصبحت رئيس الحكومه هذا عالم يلعب مشالو رغم ان البارح عندنا 9 ساعات. يا سي عبد الكريم يا سي عبد الكريم يهديك ونجم نقلبها انه رئيس الحكومه بما انه دعاء رئيس الحكومه مطالب مش فما فرق مش هذا رئيس الحكومه مطالب مشالو تو خليني نتكلم شويه سي عبد الكريم يهديك ما نقصش عليك خليت اكثر وقت لا باهي مش انا ساير في الـ في الواحد اما انا كي نتكلم ماذا بيا نتكلم وانت كي تكلم تكلم على روحك ما قصش الوقت هذاك مسؤول عليه سي مكي انا ايش حبيت نقول باش نعطيكم دليل على انه الحكومه كانت تبحث على حل اخر مقترح لما تسكرت الامور هذه كل اخر مقترح خذوا 90 دينار ونواصلوا التفاوض خذوا 90 دينار ارفع علينا الاضراب ونواصل التفاوض في البقيه هذا اخر مقترح قدمه رئيس الحكومه قال خذوا 90 دينار سي عبد الكريم لا لا هذا لا هذه متاكد لان اليوم احنا عملنا حاضر كيف تقول لي متاكد لا لا عبد الكريم تو كان نجم نحكي ولا تلز في يدك وتقول لا وايه كانك في مجلس الامن لا كي تاخذ كلمه قول لا ما خليني هذيك نقول لك احنا راهو حكومه متضامنه ونا اليوم زوج اجتماعات لمجالس وزاريه ومجلس وزراء ونعرفوا كل مسار ونتبعوا مع بعضنا معناها ما نتصورش اللي نفس الشيء باسم الاتحاد راهو اعضاء الهيئه الاداريه على علم بالمجلس ما تقوليش انا حاضر انت ماكش حاضر ماهوش حجه هذه حجه ونص بالطبيعه نرجع سي عبد الكريم نعطيك الكلمه ورئيس الحكومه قدم المقترح انه توا نصادقوا على 90 دينار زياده حالا بالمفعول نتاع ديسمبر الاخير ونواصل الحوار ونواصل الحوار وهذه متاكد منها سي سمير في السياق هذا اللي ذكرت فيه رئيس هذا لا فقط اجابه للحبيب انه راهو الى اخر لحظه حتى كي ترفضوا هذوما زوز وبعيد على بعض والاخير اي سيدي خذوا 90 دينار واجا كملوا المفاوضات خليني نسال سي سمير في السياق هذا اللي هذايا ما اكثرش من هذا وضوح على رغبتنا في ان ثم دعوه رئيس الحكومه دعوه للاخ الامين العام واجبه ينعم واجبه ويلزم لاخر لحظه يبحث في انه يلقى حل ويلقى مخرج ونلقاو توافق دعوته اليوم وسمعته اليوم الاخ سامي قال لا راه هذاك مشى ثلاث دقائق ما خذت خاطره وخرجنا ما غير عصبي يعني هذا الكل سمير تناقشوا بهدوء وبلا تشنج حبيت نسالك انا ما عرفتش حتى تشنج اعطيني الكلمه ما حبيتش اعطيني الكلمه باش نسالك اسمح لي في السياق هذا خاطر بلغت بمعلومه منذ قليل حبيت نسالك عليها وتعرف انا نتواصل مع الجماعه من خلال الاذن فهمني في سياق رئيس الحكومه اللي ذكرته ثم كلمه الليله للسيد يوسف الشاهد في نشره الاخبار ستمرر عندك علم بفحواه في هذا السياق سيتحدث لا 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 للامانه احنا تفارقنا بعد كملنا مجلس الوزراء على الساعه الواحد على ما اعتقد وانا مشيت لوزاره الاجتماعات وخدمتي وجيت من بعد لهنا مباشره ما عنديش علم على تدخل سيد رئيس الحكومه اما بالتاكيد باش يحكي ثم رئيس الحكومه شوف احنا شوف الاتحاد راهو منظمه وطنيه فوق روسنا ما فما حتى حد ينجم يناقش فيها نعم. اليوم صار خلاف لا يفسد القضيه ان شاء الله غدوه الاضراب يتم في احسن الظروف وانه التوانسه ما ندخلوش في السياق هذا لازم نساله الاتحاد عن ترتيبات الاضراب يوم غدا اي ترتيبات اتخذتم حتى في الجهات مش كان في العاصمه بالتاكيد تحدثنا في الباب هذا سي قبل الباب فما بعض المعطيات اللي قالها السيد الوزير لابد نجاوب عليها به بالنسبه اللي قال السيد رئيس الحكومه اخر اقتراح قدمه قال خذوا 90 دينار تفضل انا نقول لك مش هذا مش بالتدقيق هذا أمس تقدمت أربع اقتراحات وأنا مسجلهم الاقتراح هذا نتاع 90 دينار جانا أول اقتراح في جلسة أمس مش آخر اقتراح وكيف جاء؟ جاء بتاريخ مفعول جونفي 2019 مهم ثم اقتراح ب 90 دينار لا فما ما نحناش نكريو أنا قلت لك أنا عندي استنى أنا عندي مرتبهم أهو اقتراح أول اقتراح ثاني اقتراح ثالث في اقتراح رابع نعم اللي تقدمه في جلسة أمس تحب نعطيك حتى اقتراحات الجلسة اللي قبل نعطيك موثق العملية عندك الكل موثقة بالطبيعة لا ولكن هو موثقة أنه المقترح هذا هو قال في الأولوية ما جاء الأخراني والأولاني جاء الأولاني أي المقترح مش قدم هذا قدم وجد على الطاولة الاتفاق به اعطونا قالوا هذا نتفاوض على سنة واحدة ونعطيكم 90 دينار أما من جانفي يعني نزيدوا نخسروا 8 شهور كاملين في 2018 قلنا لهم تحبوا نرجعوا به لأكتوبر ونتعهدوا من تو أن القسط الثاني يكون في ماي 2019 تو نتفاوضوا تو نقبلوا الاقتراح هذا مش جامد ماي نعم يعني قلنا القسط هذه نتاع 90 دينار تاع
تعطيونا من اكتوبر كما اتفقنا في الجلسات الفارطه كنا اتفقنا ان نرى المفعول في اكتوبر. توقضي الامر لن نغرق في تفاصيل التفاوض. لا جيت توضيح باعتبار انا تجبد انا اقترحت كان اخر اقتراح ما حبش نجبد الاقتراحات الاولى تقدمت. سي عبد الكريم الحدث غدوه اي تحتياطات اي تعليمات والله الحدث انا نشوف ترتيبات اي انا نشوف ان وسائل الاعلام هولت ياسر الاضراب واعطت الحجم اكثر هو حتى تصريحات الامناء العامين المساعدين شيء طبيعي اختي جات تصريحات الامناء العامين من جهتين لا بعد ما داد لا مش حتى رد على تصريحات الحكومه تم بعد ما انه بدا تفخيم حتى قبل جلسه امس دا او 26 مش هذا مش يذكرنا 26 جاوب هنا سيد رئيس الجمهوريه ما حقوش قال الكلمه هيك نقولوها كاتحاد حمل مسيدنا في هذه ما حقوش بالخميس الاسود خميس التفكير بالخميس لانه مش نفس الفتره مش نفس طبيعه الخلاف ماشي ما فهم حتى وجه مقارنه بال نعم. والاتحاد منذ اقل من شهر خاض اضراب الوظيفه العموميه وما صار حتى اشكال وما تعدى على الخير ما صار فيه حتى اشكال كل طرف قام بدوره الحكومه قامت بدورها رغم ان في النهار هذاك الحكومه اغلقت المدارس والمعاهد. اما صار تامين ورغم هذاك احنا طلبنا من مخرطين يمشيوا لمراكز العمل نتاعهم لان حتى بالقانون الا ضربوا ضرب حضوري نعم. يمشيوا مراكز العمل نتاعهم وبعد يغادروا هذا لله. كذلك نشكر هنا فرصه باش قوات الامن في نار الاضراب والوظيفه العموميه قامت بدور كبير ياسر وامن نعم. وكذلك نشكر مخرطين اللي كانوا منضبطين الى ابعد الحدود. نفس الشيء راه في الاضراب هذايا عندنا ترتيبات واتصالاتنا بكل الجهات بكل القطاعات باش يكون اضراب منظم في بدايه الساعات الناس كل مش تمشي لمراكز العمل نتاعها. ثم مخاوف حقيقيه من الخروج عن السيطره. احنا ما عندنا حتى مخاوف من السيطره على منظورين على منظورينا. اذا فما اطراف اخرى تحب تدخل البلبة ولا حاجه في البلاد هذا دور الحكومه ودور قوات الامن باش تراقب العمليه هذه واحنا بيدنا اذا كان لاحظوا اي تدخل انا مش نعلم ولا الاطراف المعنيه مش نعلم السلطه انا راهو هذونا ناس مش متابعينا ولا ناس مش خارطينا احنا راهو نعتبروا ضربنا مشي كان في الاحترام ضربنا مشي وبعد مش تصير تجمع في البطحه وفي الجهات مش تصير تجمعات قدام احد تأثير مضمون ولجان التنظيم نتاعنا حاضره وما عندنا حتى اشكال ونعتبروه ضرب عادي صحيح حجمه كبير لكن اعتبروه اضراب عادي كي بقيه الاضرابات الاخرى. توضيح بسيط للساده المشاهدين في النقل اللي يمس الناس بشكل حي النقل النقل هو قطاع من قطاعات قطاع من القطاعات المعني بالاضراب مش يكون كل الشركات مش يكون بطبيعه بعض الاستثناءات البري والبحري والجو البر والبحري فما استثناءات للجزر اللي هي معزوله اذكرها حبيب انا مش يكون فيها بعض السفرات الخاصه واضح المينيموم جارانتي في قطاعات اخرى كما قطاعات الصحه قطاعات الصحه ولا فما تامين الحد الادنى للارجونس يخدموا المرضى اللي في ياخذوا دواهم وياخذوا ماكلتهم هذا كل منظم ومضبوط ما في حد وحريص عليه الاتحاد بالطبيعه نعم مسؤوليه الحكومه في تامين الاضراب في سير الامور بشكل اللي قلته كما تو كان يقول الاخ عبد الكريم انه في الاضراب قطاع العام كل طرف تحمل مسؤوليته والامور صارت حتى انه رئيس الحكومه هنا الاتحاد بنجاح الاضراب لانه هذه الدول المتقدمه يا اخي نتفاوضوا نتفاوضوا جاء لحظه انه تتقرب ولا هذا هذا ولكن لفسد الوقت قضيه احنا بعد بعد اضراب نعاودوا نقعدوا ونعاودوا نتفاوضوا لانه ما عندناش مخرج غير ان نتفاوضوا ما بعد الاضراب لا لا ولكن لا لا هنا انا نعتبر انه الاتحاد معناها هذه مسائل التصرف في الاضراب حاجه متعود عليها حتى في وحتى التحاور في بلاتو تلفزي بين طرف حكومي وطرف نقابي يؤكد هذه الروح يعني من التجاوز وان الامر لا يفسد كما قلت للود قضيه حاجه انا راني نقابي سابق لا بنعرف حكومه ولا ينسبوا روحهم تو سي سمير صحيح كان سي ترابلسي برشا اي برشا كل واحد ينسبوا روحهم على الاقل على الاقل مش تنفي لا بالعكس سي محمد القيادي وسي سمير الطيب كان كنت معناها في رغم الروح ايجابيه هذه عندي سؤال خلينا الخسائر لا على مستوى الخسائر نتاع الاضراب باش تكون خسائر كبيره شوف هنا لماذا لم تفكر الحكومه في هذه الخسائر وتكون هي جزء من التفاوض كلفه الاضراب مادام احنا باش نخسروا معناها هنا عندي هنا خلينا احنا توا هو روح بناء ومثال احنا نحكيه ولكن هاو عندنا لوم على الاتحاد مساله هل التضامن النقابي وانا اقر به قطاع العام التضامن النقابي جزء لا يتجزا من الاتحاد ولكن انا اقول خليني اقول نادرا ان لم اقل عمره ما صار انه تضامن النقابي يتجسم بالاضراب. الاضراب هو ارقى شكل من اشكال النضال ويعتمده قطاع عنده مطالب ما لقاش حل نعم. واحنا نقر انه في الوظيفه العموميه اما انه بشكل. نجي قطاع مازال كيخذا الزياده نتاعو قطاع العام تقصد وفرحان بها
واكثر من هكا القطاع العمومي للبنوك مازالوا كيخذاو الزياده وفرحانين بها وغيرهم القطاعات ان اليوم انه يتضامنوا باجتماعات وبلوائح وهذا مش كان بالاضراب مش بالاضراب التضامن بالاضراب مش بالاضراب ما يصيرش ما يصيرش لانه حتى سمحني وهنا نتكلم كقانوني نجم حتى نناقش انا وقتها لانه برقيه الاضراب اللي مشات تحكي على اضراب الوظيفه العموميه وكل وسائل التابعه للوظيفه قطاع الوظيفه العموميه نعم اما القطاع العام اللي مازال كيوقع على اتفاقيه وخذ زياده نتاعو وطرح اضراب انه لا لشيء الا متضامن يا خويا تضامن اما اذا شوف تولي ما عادش حتى معنى لاضراب قطاعي اذا حبيب انت قطاع وتضرب وانا لي اتضامن معك اضرب نضرب معك وما كي تضرب وعبد الكريم يضرب ما عادش اضراب قطاع اصبح اضراب عام وما عادش عنده حتى معنى للاضراب فالاضراب انا تضامني وهذاك علاش كلفه الاضراب راهو كانت ربما تكون محتمله ربما وهي كلفه الاضراب دائما ماذا بين الاستضراب وحتى في الاتحاد يقول لك احنا مش رغبتنا الاضراب هذا معروف حتى في ثقافتنا ولكن انه معناها ادخال واقحام قطاعات اخرى سامحني كمصلحه لا دخل لها في الاضراب بل بالعكس هو بل بالعكس خاطر اليوم كل ما نتكلموا ونشبوا الوظيفه اعطيونا القطاع العام في حتى شويه مسمى القطاع العام الفكره واضحه سي سمير خليل الشيخ عبد الكريم يتفاعل الدمج هذه تقلق شويه نعم القطاع العام اخذ ما اراد والغى اضرابه لماذا يلحق بالوظيفه العموميه في اضراب انا هنا نقول السيد الوزير يبدو انه ما قراش برقيه الاضراب نتاع النهار 17 برقيه الاضراب نتاع النهار 17 كانت نص على اضراب في القطاع العام واضراب في الوظيفه العموميه اضراب على الوظيفه العموميه حول زياده عام في الاجور مش نقول لك لماذا انا مش نقول لك لماذا لا انت قلت اضراب غير قانوني تضامن انت بديت قلت اضراب هذا تضامن مش قانوني انا شوف شوف لا 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 سيد وزير انت قلت هذا اضراب تضامني وهوش اضراب انا نقول لك هذا اضراب قانوني محاور موجوده في البرقيه ايش موجود بالنسبه للقطاع العام البرقيه وقت خاصه صدرنا البرقيه بعد الاتفاق باكثر من شهر انه الزياده انا ذاك لم تصرف زياده القطاع العام حاجه ثانيه قلنا تطبيق المحضر جات فيه زياده المحضر ايش فيه في بخلاف الزياده في يتواصل التفاوض حول النظام الاساسي العام للعوائل والمؤسسات العموميه والديوانيه طرف بين الطرفين على ان تنتهي اللجنه المشتركه اعمالها في اجل اقصاها 31 ديسمبر 2018 لم ندعى لاي جلسه لاتمام النقطه هذه اللي يعني موجوده في المحضر يعني مزيد الضغط في القطاع العام جابك نقطه يا عبد الكريم انت قلت لي ما تقاطعنيش ما تقاطعنيش انا حبيت ناخذ منك الاذن شفت انا قلت لك يعني انت متحضر وانا مش متحضر سي عبد الكريم بدي ناخذ منك الاذن لا خلينا نتفاعل ونسال ونجاوب لا قلت له لا شوف هل هذوز اشكاليات اللي طرحت تتطلب اضراب عام في القطاع العام تتطلب نسال هاني سيدك لا دوريا انا كلمه عبد الكريم دوريا انا باش نقيمها تفضل الاضراب العام راه باش يولي حاجه عاد بدها تولي حتى لاسباب هذه لا انا جيت انا حبيت نذكر تولي مثلا حبيت نذكر خليه يقيم سي عبد الكريم انا حبيت نذكرك انه راهو الاتفاق نتاع القطاع العام فيه ثلاثه نقاط تبقى تفعلت فقط هي مازالت حتى راس الشهر نتاع جون مازال ما صارش النقطة الوحيدة اللي خجرت فيها الإجراءات لتطبيقها هي نقطة زيادة عام الأجور ثلاث نقاط أخرى بالنسبة للتفاوض في قانون العام والمؤسسات العمومية والدواوين أخرى بعد لجنة مشتركة ثنائية في أقرب تجمع الحكومة والاتحاد عام الشغل لدراسة وإصلاح منظومة الدعم المباشر دعم المباشر وغير المباشر في القطاعات وكذلك نقطة أخرى تهم هذا كله موجب للإضراب كيفاش؟ موجب للإضراب لأن للتأكيد على اتفاق سابق الاتفاق لم يفعل نمشيو للإضراب إذ ما دعيتنيش حتى الجلسة لا فيها هيكلة المؤسسات العمومية للحكومة نهار كله يتعيد مؤسسات عمومية باركة عمل اتفاق بنشوفه حالة أيضا حالة. سي سمير من مسؤولية الحكومة لم ندع حتى لي حتى لجلسة من مسؤولية الحكومة حينما توقع من لم ندع مش نولي أحرص من الحكومة احنا أنه تدعو جلسات أحرص من الحكومة على إنقاذ المؤسسات العمومية أحرص من الحكومة على منظومة الدعم اللي الحكومة عندها ثلاث سنوات تخدم عليها نعم كانوا قريتوا تملص من اتفاق مش طبيعي شيء طبيعي ما نجموش نقراه قراءة أخرى سي سمير دور الحكومة أن تتابع اتفاقاتها وترعاها وتفعلها بالتالي السيد الوزير الإضراب هذا قانوني وعنده مرتكزاته يا صديقي قانوني فما حتى مشكلة لا أنت قلت حتى من شكل حتى انقطعت فيه الجانب القانوني لازم نناقشوا شوف لأنه شوف ولكن كل الأخوة تو هذا موجود في البرقية ربما يغلف قانونيا الإضراب لا مش يغلفه لا خليني لا لا ما نسمح لك لم تتم دعوة على سي سمير لم تتم دعوة الاتحاد حتى للجلسة لا سامحني باش نقول كلمة ما خانيش
حتى الاخوه اللي دخلوا من 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 الاخ نور الدين وكل الاخوه اعضاء المكتب التنفيذي يقول لك الاضراب التضامن للقطاع العام، ظاهر انه النيه والرغبه في انه القطاع العام يدعم الوظيفه العموميه بالاضراب، فهذه الكل عمرها ما تذكرت، عمرها ما تذكرت وانا هنا ما نحبش نتحدث اليوم ذكرت. اليوم تذكرت في الندوه الصحفيه لانه كثرت تسائل يا سعد الكريم. انا عندي ملاحظه كان تسمح لي ونحب السيد الوزير يسمعها وحتى سي عبد الكريم اذا كان يحب يعلق يعلق. ثم نقطه ايجابيه في الحكومه هذه وانت ذكرتها ما استثمرتوهاش كما يلزم سي سمير، انك تقول احنا نقابيين موجودين، وزراء نقابيين صحيح وترباوا في الاتحاد العام التونسي للشغل، كان بالامكان انه هالصفه هذه الايجابيه تستثمروها في حسن اداره التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل. الحكومه هذه تعاني من مشكل حقيقي هو اداره التفاوض مع الطرف الاجتماعي، ونشوفه في القطاعات كل تقريبا، في قطاع التعليم الثانوي، في الجامعه، والان معناها مع المركزيه الكل. ما لعبتوش دور انتم كوزراء على الاقل جايين من سياق ديمقراطي اجتماعي، ما لعبتوش دور في الضغط على الحكومه هذه اللي يبدو انها لاهيه بامور سياسيه بصراعاتها السياسيه ضمن يعني الحزب اللي انقسم واللي جاي منه رئيس الحكومه. كنتوا انتم قادرين كوزراء من احزاب اخرى ومن سياقات اجتماعيه ونقابيه انكم تدفعوا الى خلينا نقولوا معناها تفاوض اجتماعي جدي، وكنتوا تنجموا توصلوا الى حلول وما تخليوش الحكومه في هذا الوضع نتاع الصدام مع الاتحاد العام للشغل. لا فقط حبيب اسمعني، اول حاجه الحكومه لا دخل لها في اللي تحكي فيه، هذا سياسه وما سياسه احنا نخدم رئيسها الحكومه لا مش سياسه، لا سياسه بعض وزراء فيها يخدموا في السياسه. سي الحبيب لا احضر اجتماعات ولا عمل ولا غيره، رئيس الحكومه منكب على الحكومات انه الاطراف قريبه منه تعمل في سياسه حره وحق من حقوق علاش نمنعها. الوزراء هذوما الكل ما فماش وزراء، هذا موضوع ثاني. جاوب على استفسار حبيبي بالنسبه اداره التفاوض كانت كاننا لم احنا في زوج سجاتات يا سي الحبيب، احنا نقعد مع اصدقائي في اصدقائي النقابيين من اعضاء مكتب التنفيذي اللي عندي بهم علاقه، نقعد معهم ونحكي معهم كيما زاد في الحكومه ندليو بدلنا ونحاولوا انه نقاربوا وجهه نظر. وانا قلت مش هذا المشكل، المشكل انه ما كناش بعاد على بعضنا، المشكل انه الفتره الفاصله بين البارح مثلا والاضراب هي 24 ساعه. وانا كان بودي بالحق انه تتعقد هذا بتبعت مش اني انا، ولكن هكا نقول انه تنعقد اليوم هيئه اداريه واضح الوقت حتى نناقشوا اكثر المقترحات ونزيدوا وربما يخرج راي اخر. لو سمحت سامحني لابد ان نتحدث عما بعد الاضراب هيئه اداريه نهار السبت ونختموا بهذا. ماذا في الافق في هذه الهيئه الاداريه؟ الناس الكل تحكي على اجراءات تصعيديه قد تتخذها هذه الهيئه الاداريه. سي اعتقد انه كل شخص ولا كل منظمه ولا كل تنظيم مش يكون في مكانه وعمل مفاوضات ماراثونيه وصلش النتيجة وعمل الاضراب بعد الاضراب ضروري انا مش يساعد. يساعد بماذا مثلا؟ يساعد باشكال اللي تنجم توجع الحكومة اكثر من شكل اضرابات اخرى ماذا؟ الاشكال متعدة اكيد، هذا ما نجموش نسبقوا قرار الهيئة الإدارية الوطنية، لكن كمكتب تنفيذي اكيد انا مش نقدم بعض المقترحات للهيئة الإدارية الوطنية واكيد انا تتفاعل معها، شيء طبيعي. احنا مطالبين في الوقت الحاضر بعد تنفيذنا الاضراب ان شاء الله يكون يتعدى ناجح، وان شاء الله هنا نوجه دعوه لكل منظورينا ان يكونوا منضبطين، نوجه دعوه لكل منظورينا يكونوا منضبطين وان يحافظوا على مؤسساتهم ويحافظوا على بلادهم بدرجه اولى، لكن اكيد انا رانا مش نصعد تصعيد وارد تصعيد مش وارد متأكد. حتمي تحريك الشارع داخل في التصعيد ام لا؟ احنا منظمه دونك احنا نخدموا كان منظورينا لا خاطر اقصى لا مش اقصى لا لا فما اقصى الاضراب اقصى الاشكال النضاليه لا فما بعد الاضراب نقصد فما اشكال فما اشكال اخرى وفي اطار قانون زاد في اطار القانون واضح. سمير ما بعد الاضراب كما قلت نعاونوا كان على منظورين، هل تخشى الحكومه ما بعد الاضراب والايام وهذا الخطاب التصعيدي الذي قال احنا قناعتنا انه لوخين في الاتحاد باش يعملوا كل ما في وسعهم انهم اضرابهم ينجح بطبيعه الحال ومصلحتهم ومصلحه البلاد انه ينجح، دونك احنا هذا من ناحيه هذه الحق، ولكن احنا شنو نقول لك من غدوة عشية ولا يوم الجمعة صباح نحن مفتوحين للحوار، والحكومة هذه تسمعوها اليوم على لسان هني نستبق على لسان سيد رئيس الحكومة معناها هل تعرف حاجة من لا لا معناها هذه خيار ضروري، هذه فلسفتنا وسياستنا أخي سامحني. الاتحاد يرحب بهذا لو دعوة ربي سامحني ما نرفضش حتى دعوة للتفاوض. سامح سي مكي، وهنا نحب نقول حاجة، قديش تصريحات صارت
في الخطب وفي الاجتماعات وتسخين وتصعيد كلامي هذا نعم. كله وقديش الحكومة تقال فيها وتثبت وباعت البلاد ومش عارف 5000 كيلومتر وإحنا نتحاور 5000 كجد 5000 كيلومتر حتى بنظر أنا ما تحاور ناشي وراو هذا الكل ولا بساعدك المهدي ولم وهذه تعليمات رئيس الحكومة ولم نرد ولو مرة قولوا لا ما يجيش هذا كلام مش معقول ومش هكا ونقولوا أش ولو مرة معناها هذه مسألة لأنه علاش هذا معناها حبل الود والحوار اللي بيناتنا ما لازمش يقص ولكن نقول يعني إضراب راهو الشكل أقصى أشكال نضالية ثم أشكال أخرى أقصى فصال الاتحاد هو ما دخلش روحي في المسألة هذه ولكن شوف ما فماش خير من الحوار ونعود للحوار ونتفاوضوا مع بعضنا ونلقاو حلول مع بعضنا أنا قلت لك لو كان لم تكن الفترة قصيرة بين البارح والإضراب وكانت كانت فما إمكانية أن تنعقد هيئة إدارية ربما الأوضاع كانت وتكثر الحوارات حتى الجانبية وحتى بين الأطراف نعم. لكانت ربما وصلنا إلى حل أفضل من هذا على كل حال هذا لا يفسد القضية الإضراب هو هذا مضمون دستوريا ومشروع والاتحاد من حقه أنه يضرب أحنا من حقه ومن مسؤولية الحكومة أنها توفر شروط نجاح هذا الإضراب كما عملنا بطبيعة الحال وتؤطره مع الإخوة وتنسق باش يتم في أحسن الظروف وكلمة أخيرة نقولها ماذا بين الخطب اللي تسخن الأجواء واللي فيها برشا أشياء ربما تجرح أكثر منها ماذا بينا نتجاوزوها لأنه كلمات للمنظورين في السياق ندوروا نقعدوا مع بعضنا ونعاودوا نتفاوضوا مع نعم. بعضنا ووطننا جميعا نعم نختم معك سي عبد الكريم المنتظر غدا قبيل ساعات من بدء الإضراب من نص الليل يبدأ نص الليل ساعات أي ساعات أنا في البداية مش نتفاعل مع سيد الوزير اللي قال الفترة اللي كانت بيني وجلسة أمس واليوم كانت قصيرة أنا أقول له شكون مسؤول على هذا احنا اللي البرقية صدرناها قبل أكثر من شهر قانون يعطينا 10 أيام احنا عملنا أكثر من شهر ولم ندع للتفاوض إلا في الأيام الأخيرة هذه الأولى الثانية يقول تصريحات أعضاء مكتب تنفيذي ما فماش حتى تصريح خرج إلا ما بدأت بعض التصريحات من بعض أعضاء حكومة فيها أرقام غلطة تجبرنا باش نوضح الحاجة الثانية خرج أرقام غلطة نسبوها لما سبيناش بس نعطيك حتى كانت حمنا عليك النقطة الثانية يقول 5000 كيلومتر راهو ما جبناش من عندنا رانا لأول مرة أنا واحد من الناس نتفاوض من عام 81 لأول مرة نلقى جرأة عند الحكومة تمنينا نلقاها في حاجة أخرى أنا باش نجيك في جلسة رسمية وتقول لك راني عندي إكراهات داخلية وعندي إكراهات من المانحين أمس هذا وضوح أي وضوح إيش قلت أنا قلت إيش قلت أنا قلت ما فماش جرأة عملت الجرأة هذه نعم ما قلت حاجة أخرى أمس في آخر اقتراح قالوا نعطيونا 4 ساعة ندرسوا اقتراح نجيب لكم اقتراح جديد قعدوا ساعتين وبعد جاء قالوا رانا عندنا ساعة ونص نتفاوض مع الفاميم وصلناش نتيجة رانا نحسوها كتوانسة الإملاءات تقصد واضحة وصريحة كتوانسة التزامات حكومة أي التزامات حكومة احنا ضدها التزامات أي حكومة عارفين الحكومات متعاقبة لا كي جينا احنا لقينا الاتفاق نتاع 2016 اللي قر في 2020 نلقاو هي الحكومة السابقة نلقاو معناها كتلة الأجور توصل 12000 شوف بلي على هذه المقاربة هذه نتاع نختم سي الرابور بين البي بي وبين كتلة الأجور هذا هو الالتزام تاع الحكومات معك ولا السيد الوزير نختم هو الرابور بين البي بي وبين التعليم الثانوي لابد ان نمر الموضوع الاول الثانوي تنعطيهم الوقت كافي قلنا العكس يسحقوا بلاتو اكثر يسحقوا بلاتو اكثر انا قلت الرابور هذا بين البي بي والمسالير علاش الحكومه من نهار كل تحكي كان على المسالير علاش ما خمت حتى نهار أنا باش تحرك البي بي شنو عملت باش البي بي يطلع تو حتى كي تطلع كنت تجون نلقاو نكونوا محترمين التزامات مع صندوق النقد لا سامحني في هذه احنا وين الاستثمارات وين العام وين الاستثمارات وين الاستثمارات اللي تحسن البي بي لا سمحت الاخر الامين العام قال من الاشياء اللي قال احنا وقت اللي كانت وقت اللي كانت التنمية لا مش كان الفوسفات كانت تنمية صفر كي كانت التنمية صفر خذينا الزيادات توا 2.6 معناها ظهر ان النمو حركته الحكومة هذه لا مش نمو 2.6 مش بنمو بشوية بالفلاحة بزيت زيتون سي عبد الكريم سي عبد الكريم سي عبد الكريم بلاش امطار سي عبد الكريم نسمعوا بعض شوية مش نتشنجوا في اخر لا مش تشنج لا جبت لي فلاحة موضوع اخر
نرجو التوفيق للاتحاد وللحكومة ولمصلحة تونس أكيد. نصل الاتفاق ما بعد الأضراب خذي الأمر. شكرا مرة أخرى سي عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، مسؤول قسم الحماية الاجتماعية، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة، كنت ممثل عن الحكومة هنا، لك جزيل الشكر مرة أخرى. شكرا. موضوع ذي صلة في الحقيقة فيه علاقة بالنقابات وبالتلاميذ وبالأولياء، موضوع الأساتذة، أساتذة التعليم الثانوي، وتحركات احتجاجية متواصلة في صفوف الأساتذة، يدخل على الخط التلاميذ أيضا ينفذون وقفات احتجاجية، أزمة حقيقية فيها كل معالم الأزمة في قطاع التعليم الثانوي في ظل مشهد مدرسي غير مستقر يتراوح بين اضطراب في معاهد ثانوية، امتحانات معلقة، وكثير من الأمور الأخرى التي لا تسر كل الفاعلين والمشاركين في العملية التربوية. نتابع هذا التقرير لغفران العكرمي ونعود للنقاش مع ضيفين معنيين بهذا الموضوع.